السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، نلتقي اليوم إن شاء الله مع درس جديد من دروس فرع النحو في اللغة العربية، هو الفعل المضارع في أسلوب الشرط. هناخد الجزء الأول، هنتذكر بيه أسلوب الشرط وأجزاء أسلوب الشرط، وهناخد الإعرابات وعلامات جزم الفعل المضارع. بس احنا حابين في الاول نراجع كده مع بعضينا ان الفعل المضارع له 3 حالات اعرابية. قد يكون فعل مضارع مرفوع او منصوب او مجزوم. منصوب اذا سبق باداة من ادوات النصب، مجزوم اذا سبق باداة تجزم فعلا واحدا، او اذا وقع في اسلوب شرط، او اذا وقع في جواب الطلب. تعالوا معانا بص كده للتمهيد، ومنه بنراجع على الحالة الأولى لجزم الفعل المضارع بعد أداة من التي تجزم فعلا واحدا. بالتالي الأول، الطالب لم يقصر في عمل. لما نبص هنا كده للفعل يقصر هنلاقي إن هو فعل مضارع مجزوم. ليه؟ لأنه سبق بلم، ولم من الأدوات التي تجزم فعلا واحد. إذا إعراب يقصر هيبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ليه السكون؟ لأنه صحيح الآخر. المثال الثاني يقصر أهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. بص المثال الثاني، لا تسعى إلا للخير. هنجد إن الفعل تسعى أيضا فعل مضارع مجزوم، سبب جزمه هو أنه وقع بعد لأن هي. طب علامة جزمه إيه؟ هنا علامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. المثال الثالث، تفعل الخير دائما. لتفعل فعل مضارع أيضا مجزوم، بس أداة الجزم هنا مختلفة. إيه هي أداة الجزم؟ عندي هي لام الأمر، وهو فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا في التمهيد بتاعنا دوت احنا رجعنا على الحالة الأولى لجزم الفعل المضارع، وهي إذا سبق بأي أداة من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا وهي لم، لأن هي لام الأمر. أيضا رجعنا على علامات الجزم، وقلنا في المثال الأولاني كان علامة الجزم هو السكون، في المثال الثاني علامة الجزم حذف حرف العلة، في المثال الثالث علامة الجزم حذف. تعالوا أسلوب الشرط، ودي الحالة التانية لجزم الفعل المضارع. الفعل المضارع يجزم أيضا إذا وقع بعد أداة من الأدوات التي تجزم فعلين اللي إحنا بنقول عليها كده أدوات الشرط. طب نفتكر مع بعض أسلوب الشرط كان بيتكون من إيه؟ أسلوب الشرط كان بيتكون من 3 حاجات. واحد، أداة الشرط وهي التي تربط بين فعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط بتأتي في أول الجملة، ثم يأتي فعل الشرط اللي هو بيكون سبب، ثم جواب الشرط اللي هو بيكون نتيجة. في المثال اللي قدامي دوت بنقول إن تذاكر بجد واجتهاد تنجح في عملك. لما نيجي نلاحظ هنلاقي إن تذاكر فعل الشرط ده سبب لجواب الشرط اللي هو النجاح. لو في مذاكرة بجد إذن هيبقى في نجاح. لما نيجي نعرف هنا هنقول تذاكر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، تنجح فعل مضارع أيضا مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. المثال التاني عندي، من يسعى بين الناس بالخير يرضى الله عنه. هنا عندي فعلين مضارعين مجزومين، يسعى ويرضى، وهما فعلين مضارعين مجزومين بحذف حرف العلة لأن كل منهما معتل الآخر. من هنا أداة شرط تدل على العقل. الأداة الثالثة والرابعة عندي ما وما. ما ومهما أدوات شرط تدل على غير العقل. في المثال الأول بنقول ما تفعل من خير تجده عند الله، يعني الذي تفعله، الخير الذي تفعله تجده عند الله سبحانه وتعالى، وهو فعلان مضارعان مجزومان وعلامة جزمهما السكون. المثال اللي بعد كده، مهما تفعل من خير تجزى به. مهما تفعل من خير تجزى به، هنا تفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، أما تجزى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة
وهو الألف اللين. الأداة اللي عندي بعد كده هي متى. متى أداة شرط تدل على الزمان، تدعو فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو السبب، يستجب فعل مضارع مجزوم بالسكون وهو جواب الشرط نتيجة للسبب قبله. مثال بعد كده، أين تدل على المكان، أين توجد تنشر الخير، يعني أي مكان توجد فيه تنشر الخير. توجد فعل مضارع مجزوم وتنشر أيضا فعل مضارع مجزوم وهما مجزومان بالسكون. إذا هنا لما بلاحظ عندي في أدوات الشرط إنها جزمت فعلين مضارعين. المثال السابع والأخير عندنا، وكل دوت مراجعة على الأدوات اللي إحنا خدناها قبل كده، هو كيفما. بنقول إن كيفما أداة بتدل على الحال أو الوسيلة. كيفما تسر تصل إلى مبتغاك. كيفما تسر تصل إلى مبتغاك. هنا تسر فعل مضارع مجزوم وعلامة من جزمه السكون، وتصل فعل مضارع أيضا مجزوم وعلامة من جزمه السكون. عايز بس أنبه لحاجة، إن عندي لاحظ فعل تسر كان أصله تسير، يستجب كان أصله يستجيب. إيه اللي حصل؟ هو آخره باء وهنا آخره راء، إذا هو مجزوم بالسكون، لكن حذف الياء اللي بيستجيب بقى يستجب، واللي في تسير بقى تسر، لحاجة في اللغة اسمها عدم التقاء ساكنين، حاجة اسمها عدم التقاء ساكنين. إذا إحنا في التمهيد بتاعنا رجعنا على الحالة الأولى لجزم الفعل المضارع، وهي إذا سبق بأي أداة من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. بعد كده في الأمثلة اللي تناولناها دلوقتي مع بعضينا رجعنا على الحالة التانية، وهي أدوات الأول جزم الفعل المضارع إذا وقع بعد أداة من الأدوات التي تجزم فعلين وهي أدوات الشرط، وتعرفنا على أسلوب الشرط اللي بيتكون من 3 أجزاء، الأداة ثم فعل الشرط ثم جواب الشرط. كمان خدنا كل معاني أدوات الشرط، قلنا إن مكسورة الهمزة وساكنة النون لمجرد الربط بين الفعل والجواب، من تدل على العاقل، ما ومهما لغير العاقل، أما متى للزمان، وأين للمكان، كيفما تدل على الحال أو الوسيلة. بعد كده على القاعدة. القاعدة بننوه تاني إلى الحالة الأولى، ويجزم الفعل المضارع بعد أداة تجزم فعلا إيه؟ واحدا، وهي لم ولن ناهية ولام الأمر. القاعدة التانية، يجزم الفعل المضارع إذا وقع بعد أداة تجزم فعلين اللي هي قلنا أدوات الشرط، وهي قلنا بمعانيها أهو، إن للربط بين الفعل الشرط وجواب الشرط، من للعاقل، ما ومهما لغير العاقل، متى للزمان، أين للمكان، كيفما للحال أو الوسيلة. طبعا مش دي بس الأدوات، إحنا عندنا أدوات تانية إن شاء الله هناخدها في الجزء الثاني من الدرس، وهي الأدوات الحديثة أو الأدوات الجديدة المقررة على طالب الصف الثاني السلام. عندنا ملحوظة مهمة جدا لازم نتذكرها، أسلوب الشرط اللي تم دراسته من قبل بيتكون من 3 أركان أو 3 أجزاء، أداة الشرط ثم فعل الشرط ثم جواب الشرط. أداة الشرط هو في بداية الجملة، فعل الشرط هو السبب، ثم جواب الشرط. بعد كده بعض التدريبات عشان نأكد المعلومات اللي احنا درسناها النهاردة. التدريب الأول بيقول لي لا تكن مقصرا في عملك. علامة جزم الفعل المضارع هنا هي تكن آخر نون، إذا هو مجزوم بالسكون ولا حذف النون ولا حذف حرف العلة ولا الضمة، طبعا لأنه صحيح الآخر فيبقى مجزوم بالإيه؟ بالسكون. بس ممكن حد يقول يا مستر ده المفروض كان تكون، ليه كتبنا تكن؟ ما انا قلت لك ملحوظه قبل كده ان اذا كان الفعل مجزوم بالسكون اخره صحيح الاخر، بس ما قبل اخره حرف عله زي تكون اهو في واو، او تسير، او يستجيب، قلنا ان احنا بنحذف حرف العله ده لعدم التقاء ساكنين. زي ما قلنا قبل كده برضو، يقول هتبقى يقل، ينال هتبقى ينل، يبيع هتبقى يبع، وهكذا. يبقى إذن الإجابة عندي مجزوم بالسكون. التدريب التاني، إن تؤدي ما عليك تكتسب احترام الجميع. علامة جزم الفعل المضارع على الترتيب هي
طبعا اول واحد هنا هو المفروض تؤدي، بس احنا قلنا هنا لانه معتل للاخر فيجزم بحذف حرف العلة، اما الفعل تكتسب فهو صحيح الاخر اذا يكون مجزوما بالسكون. يبقى الاختيار الصحيح عندنا هيبقى مش بالسكون ولا حذف النون، هيبقى الاختيار الصحيح حذف حرف العلة والسكون هي الإجابة الصحيحة. التدريب الثالث عندي: تدعو الله دوما أن يهديك. علامة جزم الفعل المضارع هي لتدعو الله دوما أن يهديك. أيوة تمام، زي ما أنا سامعك دلوقتي وعارف إن أنت حلتها. طبعا مش هقول السكون لأنه ليس صحيح الآخر، مش هقول حذف النون لأنه ليس من الأفعال الخمسة، لكن هنقول حذف حرف العلة لأنه معتل للإيه؟ معتل الآخر. التدريب اللي بعد كده: متى تدعو الله يستجيب لك؟ عند تصويب الخطأ في الجملة السابقة تكون الإجابة الصحيحة هي. يبقى إذا هو بيقول لي عند تصويب الخطأ يبقى في خطأ، أنا هصححه. للأسف يا شباب بعض الناس بيركزوا على خطأ واحد في الجملة، لا لازم أركز وأقرأ الجملة صحيحة أو كاملة عشان أقدر أعرف الأخطاء، هل هو خطأ واحد ولا في أكثر من خطأ. طبعا لأن ده أسلوب شرط لازم أكون مركز على فعل الشرط وجواب الشرط، يبقى أرجوك وأنت بتحل على أسلوب الشرط بالذات هتركز على الفعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. متى تدعو الله؟ لسه قايلين أهو ده فعل معتل للآخر، يبقى لازم يكون تدعو مع حذف حرف العلة. وهنا يستجيب نفس النظام، هو فعل مضارع مجزوم بالسكون، بس قلنا بص قبل الأخير إيه؟ ياء، يبقى الياء دي لازم تتحذف، فيبقى يستجيب. إذن الإجابة الصحيحة هي تدعو الله، أو الإجابة التانية ديت تدعو الله يستجب لك. بالتالي الأخير: متى تتأمل في الآثار المصرية نقط العجب؟ تعالوا نشوف الإجابة هتكون إيه. هل هي ترى بوجود حرف العلة، ولا ترى بدون حرف العلة، ولا تروا للجمع، ولا أرى للمتحدث؟ لما نلاحظ الجملة هنا بيقول متى تتأمل، يبقى هو هنا بيخاطب، يبقى إذا أنا هستبعد أرى من الجملة. تمام، طيب أنا بقول تتأمل ولا تتأملوا؟ بقول تتأمل، يبقى هستبعد تروا. إذا أنا عندي اختيارين هما واحد منهم صحيح، يا إما ترى بإثبات أو بوجود حرف العلة أو بحذف حرف العلة. طيب إحنا لسه واخدين واتأكدنا كتير أوي وقلنا إن طالما في أداة شرط يعني في فعلين مضارعين مجزومين، الفعل الأول تتأمل مجزوم بالسكون، أما هختار هنا ترى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. أعزائي الطلاب هذا ما تيسر لنا، إن شاء الله بإذن الله الجزء الثاني هيكون فيه الأدوات الجديدة المقررة عليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.